وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد الأوديو كينتشر ويتداول ويتناقل بين وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا في الواتساب، ديال واحد يعني إنسان جاهل بأحكام الشريعة ويفتري على شريعة الله عز وجل كذبا، وإنه سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى لأنه يعني يفتري على الشريعة ويفتري على الدين، وأن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب على الشريعة وكذب على الله فإن ذلك من كبائر الذنوب، لقول الله سبحانه وتعالى ضمن سلسلة من الكبائر من كبائر الذنوب وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهو يقول بأن من قال دعاء يونس ابن متى لا إله إلا الله، هكذا يقول لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين، مع أن معنى الآية التي تضمنت معنى الدعاء هي قول الله سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مش لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأنه دعاء لتفريج الكربات ولزوال الهموم وللمخرج من الفتن والمحن. لكن فين عنده خطأ هو؟ فاش قال أرسلها إلى عدد من الأشخاص فإنك سترى عجبا بعد ساعتين، وإن لم ترسلها إذا وصلك فإنك ستعاقب بأنه سيصيبك داء في رقبتك وما في مثل هذه الهديان أو في مثل هذه يعني الترهات. فهذا الرجل فليتق الله سبحانه وتعالى على ما يقول، فإنه يفتري على الله الكذب. لكن ما ندري ما الذي دفعه إلى هذا، ربما أنه يدفعه إلى هذا أو من كان وراءه ممن يمده في الغي ما يسمى بالجشع الطمعي أو المادي الذي يريد أن يكتسب من ورائه عدد المشاركين وعدد إيقاع البصمات حتى يربح على حساب الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا قد أشار إليه عبد الله بن مسعود في أثر عنه موقوفا عليه، وهو الموقوف الصحيح، وفيه حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أثر موقوف على الصحابي ولكنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، ومنه قوله رضي الله تعالى عنه والتمست الدنيا بعمل الآخرة. فكل من أراد أن يربح على حساب الدعوة ينسحب عليه وينطبق عليه والتمست الدنيا بعمل الآخرة، وذلك من أمارات وأشرات وعلامات الساعة. من علامات الساعة أن الإنسان سيبغي يكتسب المال على حساب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيخترعون يعني نصوصا ويخترعون أحكام ويتداولونها على أن يربحوا من ورائها العرض من الدنيا قليل. ألا فليتق الله سبحانه وتعالى هذا الرجل الذي نشر هذا الكلام الذي لا قدم له ولا ساق، وليتق الله سبحانه وتعالى كل من تعاون معه على نقل هذا الكذب، وهو إثم كبير على الله سبحانه وتعالى، إثم كبير على من فعل ذلك. قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بل يجب على كل من كان له علم بهذا الخطأ أن ينبه عليه، وأنه لا ينبغي أن ينشر مثل هذا الكلام إلا من أجل التنبيه والتحذير منه، والله أعلم.